إذا كما العادة بالعاصمة بروكسل نلتقي بنجوم كويريا كبار أعطاو الكرة المغربية في الماضي. اليوم صدفة كنلتقي بلاعبين كبار كذلك كالحارس الدولي حارس النادي المكناسي والوداد الرياضي البيضاوي عبد الإله الصغير وكذلك الحارس سعيد زعيبيلا حارس شباب الريف الحسيمي وبعض الفرق الطنجاوية منها اتحاد طنجة كذلك. معنا الأسطورة الكبير الطنجاوي محمد المساوري الملقب بالجن اللي صراحة كيقوم زيارة عندنا هنا في بروكسل وهي صدفة يعني كيتلاقاو جوج ديال الأصدقاء اللي لعبوا مع بعضياتهم في النادي المكناسي. سعد إله الصغير نبدا بك يعني كيفاش جاك هذا اللقاء مع سي محمد المساوري وهو اللي لعب معك في النادي المكناسي؟ هي بصراحة مفاجأة لأن محمد المساوري هذه مدة ما هذه تقريبا 23 سنة ما تلاقيته من نهار النادي المكناسي وأنا جد مسرور بهذا اللقاء مع لاعب كبير المساوري لأن صاحب اليسرى الذهبية وأنا زعما فرحان بزاف لأن كنتلاقى مع أصدقاء اللي تقريبا واحد مدة ما شفتهم صافي بليزير زعما انت كحارس مرمى تبارك الله عليك الكل كيعرفك بالتدخلات ديالك الرائعه جدا لعبتي جنب محمد المساوري كما قلت عليه هو فنان كبير يعني كيفاش قضيتوا ديك الايام الجميله في الزمن الجميل وما ادراك ما النادي المكناسي انا ذاك يعني صراحه كتاسفوا له كثير لانه نزل قسم الهوات يعني ذاك الموسم اللي قضيتيه مع سي محمد المساوري كيفاش قضيتوه؟ فهو كان واحد الموسم جيد اللي ما يتنساش لان دوزنا واحد السنه اللي كانت سنه جيده والسنه اللي لعبنا فيها السد باش صعدنا للكاس الوطني الاول زعما لا تنسى هذيك رفقة الاطار الوطني السيد عبد القادر يومي وكان واحد الفريق اللي متكامل في لاعبين كبار من طينة المساوري ولاعبين اخرين بيدان ما سنة لا تنسى عبد وعبد الملك بن حسين ديال تطوان كذلك كان عبد الواحد بن حسين فريق كان كبير فريق كبير للاسف كنشوفوا ذاك الفريق اللي قام بعد قدم واحد المستوى كبير كينزل فريق الهوات هذا يحس بالخاطر كتشوف فريق كبير النادي المكناسي التاريخ ديالو باللاعبين اللي مروا في النادي المكناسي والان كتشوف الفريق ينزل كاس الهوات فهذا يؤسى فيه صراحه كيحس بالخاطر. كنشكرك سعد الاله الصغير على هذه الشهاده القيمه في حق اللاعب محمد المساوري وفي حق النادي الرياضي المكناسي اللي لعبتي له اكثر من 10 سنين يعني بقات فيك يعني بقى فيك هذا التسيير العشوائي المريض ديال المسؤولين ديال المكناس. نتمنوا الفريق النادي المكناسي ان شاء الله يرجع للقسم الاول. اذا نشوفوا كذلك لما خدينا سعد الى صغير ناخذوا سعيد زعيبيلا اذا كان ممكن تقرب لان كاين هناك الدور سي سعيد. يعني سعيد حارس مرمى شباب الريف الحسيمي يعني كيفاش تلاقيتي سي محمد المساوري هذا المساء؟ السلام عليكم اخ خلق صمدي سلام المستمع الكريم والمشاهد الكريم. معنا الاخ عبد الاله دونك اللي هو حارس مرمى كبير وانا كنت صراحه كنت يعني من المعجبين ديال عبد الاله الصغير لانني في ديك الوقيته كنت باقي صغير يعني لا كاتيجوري ديال الكادي ولا ديال الجونيور. عبد الاله الصغير دونك داز حارس كبير واللي خلى البصمات ديالو يعني في البطوله المغربيه ويعني الحمد لله جميع المغاربه كاع كيعرفوا عبد الاله الصغير ويعني انا كنساند عبد الاله الصغير باش ان شاء الله يكمل لي ديبلوم ديالو لان يعني عيب وعار حارس كعبد الاله الصغير اللي دار ان غون كارير انه يعني ما يكملش مسيرته يعني كمدرب حراس مرمى باش يعطي واحد البصمه للحراس يعني الاجيال القادمه لان كنفتقدوا الان في المغرب حراس مرمى لان يعني اتصلوا بيا بزاف ديال الفرق المغربيه اللي كيقلبوا على حراس بلجيكا مغاربه يعني وللاسف يعني واحد الوقيته كنا كنشوفوا حراس كبار بحال عبد الاله الصغير بحال يعني حراس كبار كانوا في المغرب والان كنفتقدوا يعني مراكز حراس المرمى. اما الاخ محمد المصوري فانا اسميه بأخ الكبير
لان يعني الاخ محمد المصوري يعني لاعب كبير ولاعب اللي خلى يعني بصمه قويه في البطوله المغربيه، دونك لاعب معروف سواء في المغرب ولا عند الجاليه المغربيه، وانسان خلوق، انسان طيب اللي عاشرته دخلت للدار ديالو، واللي نقدر نقولها يعني بهذا المنبر ان خيرو زابق في مسائل. دونك الحمد لله يعني رجل يعني لطيف ورجل كريم بمعنى الكريم. شكرا جزيلا اخي سعيد زعيبيلا على هذه الشهاده القيمه. كذلك ناخذ السي محمد المسوري الملقب بجن، معروف علينا ذاك اللي امتعنا وصراحه كيحصل لي كذلك انا شرف، لانني هذا السيد هذا لعبت معه وانا صغير يعني في الشبيبه بمنطقه القصبه، يعني ديك الشبيبه ماشي كم شبرين، لا الشبيبه والرياضه في الدوري ديال الشبيبه اللي كنت نجم من النجوم، ثم كانت الانطلاقه اليس ذلك سي محمد؟ كانت الانطلاقه من الملعب ديال الشرق معروف بالشرق، ولا سيما انا كنشطب هذا نهار كبير، هذا منطقه صغير تقريبا 23 سنه ما طلعتوش من بعد الصعود القسم الوطني الاول مع النادي المكناسي، مشوا الى ولادات نهار كبير في الشرعه، وسعيد سعيد زعيبيلا الحمد لله كانت معنا علاقه طيبه، هذا هو اللي الربح ديال الانسان يلعب كره، هذا هو يعني يكون محبوب عند الناس، تلقى اصدقاء ديالو في المكان الحمد لله. حنا هنا جينا حنا نقولوا حنا توريست كتبوا العائله والاصدقاء ديالنا هنا، وهذا شرف لنا نتلاقوا دغرات ان شاء الله نتلاقوا. اذا اللقاء ديالك بسعد الى الصغير الحارس الدولي السابق سي سعيد زعيبيلا اللي صراحة ردونا شوية الوراء وردوا ديك المجد الكبير، الكل كيعرف بأن سي محمد المسوري لاعب فريق نهضة طنجة، اتحاد طنجة، ثم التحق بالجيش الملكي، وما أدراك ما الجيش آنذاك اللي فزت معه بدوري أبطال إفريقيا أمام دراغون من الكونغو الديمقراطية، كتذكر ديك المقابلة سي محمد المسوري؟ كنا ربحنا في لالي 4-2 ثم دابا 1-1 أهلا، وكنت ضيعتي ضربة جزاء ربما؟ ضد الزمالك الدومي فينال ضربة الجزاء ضد الزمالك يا سي محمد المصوري، تاريخ عريق وعريق كبير جدا، يعني ركمتي بالفرق كثيرة من طنجة حتى التاريخ مملوء، إلى غادي نقولوا من الأول حتى الآخر لعبت فينا الكأس، ترك التليفون وخلينا نتكلموا معك سي محمد لان محتاجين فيك. اول لقب ديالي هو في نار الكاس، في نار بطل المغرب ديال الشوفه ما بين المغرب طنجه وغزه اجيال، ثم كانت عندي تقريبا 17 سنه كنت كنلعب في القسم الوطني الثاني، 19 سنه كنا مشينا في الامارات احسن لاعب في الامارات 81، بعد الرجوع ديالي لعبت مع رجاء طنجة، ثم الجيش الملكي، الجيش الملكي لنا الأرقام، بطولة دينا جوج خطرة، دينا كأس العرش جوج خطرة، كأس إفريقيا، دينا فينا كوب دي موند ميليتير نابولي، فينا كأس آسيا للسعودية، ثم رجع اتحاد طنجة صعدت معاهم كأس رجع اتحاد طنجة عفوا تكراسينا الثانية. العام اللي مورا الثالثي من بعد سيدي قاسم صعد الكاس الوطني الاول، من بعد الكناس صعد الكاس الوطني الاول، من بعد سيطوان صعد الكاس الوطني كلاعب وكمدرب صعد مغرب علم طنجه الحسني طنجه الكاس الوطني الثاني. اذا تاريخ كبير وكبير جدا سي محمد، انا صراحه الانسان يفتخر بهذا الرجل الذي هو امامي. يعني انت تلاقيتي بسي عبد الاله الصغير، يعني شنو هي شنو كتذكر مع سي عبد الاله الصغير؟ كنا نتذكر شي مسائل ما خاصش كاع نهضروا عليها، اذا كنا بحال عائله وحده، اخوان يد بيد، واخا هو براني وانا كنكون براني، وواحد انه يد بيد معنا بحال الخوت، وربي سبحانه وتعالى وفق، كنا كنا متلاقين، المهم حنا كنا بحاجه كذا على البريم، الحمد لله تبارك الله. ما الجيش الملكي شكون اللي كان اللاعب اللي كيعجبك؟ لان الجيش كان مدجج بالعناصر وكان كيزود الفريق الوطني باكثر من نصف ديال الفريق، منهم المبدع تيمومي
هناك الملكي من واحد الى 25 كاملين ما عندك حتى تحط يدك واش كويس كان الموكيد المريج خيرين داوود الشار كحال تيكومي حالي كنت انا مصوري ودراع غريسي فاضيلي سينا حمدي براتي الله يرحمها عبد القادر ودابا هادو كاملين تقريبا جديد عليها بيدار بضياب عبد الله بيدار عبد الله بيدار نعم بيض إذن جميل جدا التاريخ وصراحة التاريخ ما خصو ساعات وساعات طويل مع السي محمد المصوري. يعني شنو هي الكلمة ديالك لهاد الإخوان اللي تلاقيناهم هاد المساء سعد إلى الصغير وسي سعيد صعيبيلا؟ هاد المساء سعيد صعيبيلا صديق ديالنا الحومة ديالنا بطنجر كنا جوا على عام عامين تلاقاو الحمد لله تلاقينا له حق الصغيرة هذيك 23 سنة تلاقيت سبحان الله باقي هو ما تبدلش والحمد لله تلاقوا الإنسان جبال ما كيتلاقاو شي مرة كيتلاقاو الحمد لله وكل يوم كل شي يوم مزيان ما غنجيش إذا كان زعما ماشي مزيان ما غايجيش الحمد لله تلاقينا وأنت لاعب شرف كبير لقيتكم صراحة تلاقي أنا هو السبب في اللقاء ديالكم الحمد لله قلت لي أنا كنت راقب ضروري هذه كانت هذه من الخصال ديالي سي محمد دائما انا كنجمع ولا افرق الحمد لله عندي واحد البادره مزيانه صراحه هي تشكر عليها وانت ماشي هنا تقطع لك يهضر عليك الدراري يقولوا دائما كيجمع الدراري الحمد لله كيجي 10 في المدينه طنجة. شكرا سي محمد المصوري لاعب الكبير في صفوف عده فرق مغربيه منها كما قلنا يعني فريق الأم اتحاد طنجة الجيش الملكي النادي المكناسي والمغرب الرياضي التطواني يعني تاريخ عريق عريق جدا إضافة سي محمد شنو هي الكلمة ديالك الأخيرة للجمهور؟ الكلمة الأخيرة للجمهور ديال مدينة طنجة بصراحة كنشكرهم على التشجيع للشجاعة مدينة طنجة واش اتحاد طنجة قايمين بالدور ديالهم عاملينك عطيناك شي مكانة في الفريق؟ حاليا كل بصراحة أنا ما كنقرب شي كرة بزاف ولا احتاجونا حنا ميدان هذه المركز الدار ولا احتاجونا في اي حاجه انا كنقول لك كنعاود بدون مقابل يمكن نخدم مع اتحاد طنجة بدون مقابل هادشي هو هادشي اللي كنعرف الحمد لله وحنا بدنا عندنا واحد الدرايه في الكره وطروا ضرب سبحان الله كتشحال ولكن كنشكر الجمهور كيشجع بطريقه احترافيه صراحه يعني الطريقه الاحترافيه ديك الشويه كيرجعوا للوراء اللي كيدير لهم في الشاف هي داخل المنطقه اما دابا الملعب المستقبل ربينا ديك الشيء كنقول صراحه ديك الشيء بروفيسيونيل كنبلغ المستقبل شكرا اذا نشكرك كذلك سعد الى الصغير اللي غادي يعطينا كلمه اخيره يعني ربما الجمهور ديالنا اللي غادي يشوف هذا الفيديو ولا روبورتاج صغير من قلب العاصمه بروكسل من قلب النابض لاوروبا يعني شنو الكلمه ديالك الاخيره في حق الجماهير المغربيه بكونك انك حارس دولي كبير عندك تاريخ كذلك في الكره المغربيه خاص النادي المكناسي والوداد الرياضي ما ينساوش هذا العملاق اللي هو امامي يعني نتمنوا لك ان شاء الله التوفيق والنجاح سعد الاله. غير بغيت نرجع لواحد بغيت نرجع للاخ سعيد زعيبيله اللي عطيو توا حقه بانه السيد سعيد زعيبيله انه حارس كبير وصديق الرياضيين هنا في بلجيكا حاصل على شهادات عليا هنا في التدريب في بلجيكا والانسان اللي كتلقاه ديما بجانب الرياضيين اي واحد يحتاجه في الميدان الرياضي الا وكتلقاه ديما موجود بجانب كيساعد جميع الناس الرياضيين في بلجيكا وكنتمنى ليه التوفيق في حياته المهنيه فهو حارس كبير وكيستاهل كل خير. اما بالنسبه للجمهور المغربي فالجمهور المغربي كنتمناو يكون ديما في القمه وكنتمناو ديما اللاعبين ديال البطوله المغربيه على المنتخب باش يكونوا دائما يعطيو احسن ما عندهم للجمهور المغربي لان المغرب الجمهور المغربي كيستاهل كيستاهل كل التقدير لانه ديما الجامع كيكون بجانب الفرق ديالو ولا بالنسبه للمنتخب
وكنتمنوا ان شاء الله الكره المغربيه تزدهر وتكون بخير ان شاء الله. وشكرا الاخ صمادي، بلا ما ننساو الاخ صمادي اللي ديما كنلقاوه ديما بجانب الرياضيين، وهو رياضي كبير هنا في بلجيكا ومعروف على الصعيد البلجيكي في الميدان الرياضي، وكنتمنوا له التوفيق في الميدان الرياضي ونشوفوا ديما في مراتب عليا من احسن من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا جزيلا اخي عبد الاله الصغير، حارس مرمى النادي الوداد الرياضي البيضاوي والنادي المكناسي والمنتخب المغربي كذلك. غادي نخليو الكلمه الاخيره السي سعيد الزعيبي، لان غادي قلنا كلمه اخيره في عجاله اذا كان ممكن سي سعيد. الكلمه الاخيره دونك كنشكروا السي عبد الخالق الصمادي اللي هو صديق وتا هو اخ كبير الحمد لله، دائما يعني حاضر في جميع لي زاكتيفيتي سبورتيف ولا جميع المقابلات يعني الحبيه، ودائما كنجبروا الاخ عبد الخالق الصمادي يعني بجانب جميع الرياضيين سواء جوار ولا سبورتيف اللي كيجي من المغرب، دائما كنجبروا مع خالق عبد الخالق الصمادي اللي كيساندو كيرحب به، والميساج ديالي غيكون تري كليغ يعني لي سبورتير ديال طنجة ما خصناش ننساو لي زونسيان جوار بحال محمد المصوري، يعني دائما خصنا نفكروا في لي زونسيان جوار اللي عطاو الكثير للمدينه ديالهم، والجمهور المكناسي ما نساوش يعني عبد الاله الصغير حتى هو يعني عطى الكثير للفريق، ويعني الشكر الجزيل لجميع المشاهدين هذا المنبر من بروكسل، ومرحبا بكم في بروكسل واللي جا عندنا مرحبا بهم. شكرا. اذا كنشكر الاخ سعيد زعيبي، لا ربما معنا محمد الهلالي حارس فريق المغرب الرياضي الفاسي اللي يقدر يقول لنا كلمه في حق هاد الاخوان هادو الثلاثه، يعني ثلاثه ديال الحراس تبارك الله عليكم. معنا الماسترو محمد المصوري، يعني شنو تقول سي محمد على هاد الامسيه هادي مع هاد اللاعبين الكبار؟ باختصار شديد امسيه سعيده جدا، بحكم يعني كانه التاريخ يعيد نفسه، يعني من الصعب جدا انك تلتقي بهذه المجموعه في العاصمه بروكسل، يعني غير مستوي يعني صعب جدا باش تلقاهم مجموعين، ولا سي عبد الخالق شخصيا الصحفي ديالنا صراحة الله نادرا باش تلقى شي صحفي، ولكن انا كنجمعكم طبعا، يعني نادرا باش تلقى يعني انسان اللي كيجمع الناس وكيربط الماضي بالحاضر، وفعلا يعني موسم سعيد هذه، وانا جيت سعيد بهذا اللقاء، وكنتمنى ان شاء الله تكون لنا يعني فرصة باش نتلاقاو مع لاعبين يعني اللي مثلوا مشروع الرايه المغرب ومثلوا الفرق ديالهم وجميع الانديه المغربيه. وبالمناسبه اتمنى للفرق المغربيه كل يعني كل التوفيق ومزيد من التالق والتطور، كذلك اتمنى مزيد من التالق للاخ الصحفي. وشكرا. شكرا جزيلا اخي محمد هلالي حارس مرمى المغرب الرياضي الفاسي رفقة التكناوتي حميد العزاز اللي كان مدرب ديالك انذاك، وكذلك حراس اخرين كالبرقادي وحراس كحسن رفاهية كذلك اللي خديتي معه اوقات جميلة. كنشكر هاد الاخوان هادو وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح. الى اللقاء، السلام عليكم. الى اللقاء خويا حارس، فرصة سعيدة المناسبة القادمة إن شاء الله.